وابتدينا النهارده يا جماعه اول يوم في العد التنازلي. النهارده هنجيب بسعر الكتكوت الابيض والبلدي والفصل، وارتفاع قوي جدا في اسعار طبق البيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد، فضلا وليس امرا. اول حاجه نسال على رسول الله واللايك الحلو بتاعكم واشتركوا في القناه، وتعالى اقول لكم اسعار الدواء من عمر يوم واحد لغايه الدم. اسعار الدواء من يوم الاثنين 1/4/2024. وليكم الاسعار. نبدأ إن شاء الله على سعر كتكوت الأبيض للأهالي 22 جنيه، كتكوت أبيض شركة بادئ من 24 وأعلى سعر 26 جنيه، كتكوت بادئ خاص ب 7 جنيه، كتكوت بادئ مشهر ب 8 جنيه، كتكوت فيوم بادئ 9 جنيه، كتكوت بادئ هجين سعر زي البادئ يا جماعة 7 جنيه، كتكوت بادئ جيم متهجن عالي 13.5 جنيه، كتكوت جميزة بيوم امبارح كان ب 20 جنيه، النهاردة 18 جنيه. كتكوت رز فرز برابط ب 9 جنيه، كتكوت رز على وش ب 15 جنيه، كتكوت رز فرز دوب ب 17 جنيه، كتكوت ساسر التاني 12 جنيه، كتكوت ساسر شهر 13.5 جنيه، بطن مسكوفي ار 41 في الجامعة النهاردة كان نزل عن بره 2 جنيه بقى ب 48 جنيه، بطن مسكوفي مخلط 42 جنيه، بطن مورا المخلل 33 جنيه، بطن شريطان 17 جنيه، بطن بكين عادة 13 جنيه، بط فرنساوي كبير 20 جنيه، كتكوت الوز عمري يوم واحد الكتكوت النهارده ب 45 جنيه، كتكوت رومي اسمي او كتكوت رومي برنز نفس السعر يا جماعه عامل 46 جنيه، كتكوت سمان ب 4 جنيه. بالنسبه اسعار تنفيذ كيلو الفراخ البيضه جمله من ارض المزرعه، تم ارتفاع في سعر كيلو الفراخ البيضه عن امبارح 2 جنيه، بقى تنفيذ كيلو الفراخ البيضه ب 92 جنيه. تنفيذ كيلو فراخ البلد الحرور بعد مشعر الجملة من أرض المزرعة 110، تنفيذ كيلو فراخ الساسو 100 جنيه، تنفيذ كيلو فراخ الرز والفيومي 105، تنفيذ كيلو الأرنب 100 جنيه، تنفيذ كيلو الروم البرونزي 115، تنفيذ كيلو الروم الأسود 140 جنيه، تنفيذ كيلو البط البلدي أو السوداني جملة من أرض المزرعة 135 جنيه، تنفيذ كيلو البط المرر 105، تنفيذ كيلو البط الأبيض 95 جنيه، تنفيذ كيلو البط المسكوفي 115 جنيه، تنفيذ كيلو الوز 125 جنيه. بالنسبة أسعار الأرانب المفطومة بتبدأ من 50 إلى 70 جنيه على حسب حجم الأرنب. بالنسبة أسعار السمان جملة من أرض المزرعة الجزء بتروح السعر بتاعه من 75 إلى 80 جنيه. بالنسبة أسعار الحمام البلدي بتروح السعر بتاعه من 130 واعلى سعر 150 جنيه على حسب حجم الحمام. وزي ما قلت لكم اول فيديو يا جماعه، النهارده في ارتفاع قوي جدا في سعر طبق البيض. سعر طبق البيض البلدي الجمله من ارض المزرعه 165 جنيه، سعر طبق البيض الاحمر جمله من ارض المزرعه 162 جنيه، سعر طبق البيض الابيض جمله من ارض المزرعه 155 جنيه. ولو عجبكم الفيديو بتاعي واستفدتوا منه، لا تنسوا تدعمونا باللايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.